صباح الخير. ترحيب كل الترحيب بكل ضيوفنا وأحبائنا وأصدقائنا وعسكريين والمجموعات بالثورة وخارج الثورة والمجموعات العسكرية المتقاعدين ومختلف أنواعين والإعلام. أنا ما بحكي بكلمة مكتوبة، على طول بحكي بكلمة من القلب. أول شيء تجمع الولاء للوطن يضم عسكريين متقاعدين أو أنشأ العسكريون المتقاعدين. ليه؟ لأنه ضباط المتقاعدين والعسكريين المتقاعدين بحياتهم العسكرية يقسمون يمين الولاء للوطن والدفاع عن شعب الوطن. ونحن خلال سنوات خدمتنا 20-30-40 سنة، حسب كل واحد منا قد خدم، بذل الغالي والرخيص في سبيل هذا الوطن. وفي منا موجودين شهداء أحياء، ناس منصابة 10 مرات. فهذا القسم لا ينتهي بحالتنا على التقاعد، لا بالعكس تمام. إمكانية عطائنا وتقديمنا وجهدنا يكون مضاعف عند حالتنا على التقاعد. أول شيء نكون محررين من القيود اللي بتحط المؤسسات لعملنا بالعمل الوطني. يعني هلا ما في حدا كانشنا، بس نحن عندنا القسم، هذا القسم ما بنترك. فبدون أدنى شك الخبرات والدورات والتجارب المنمر فيها بحياتنا العسكرية هي ذات كثير كبير لنكمل